الملك عبد العزيز يا اخواننا قبل هذا محمد بن عبد الوهاب، اسمعوا التاريخ. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله امر من كان معه من اتباعه بان يصور قبور. الجزيره العربيه كانت اول مثل عندكم قبر على القبور واضرحه ورايات وطواف ولح. فامر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بتسويه القبور على السنه، تسلم حجره وحجرين، وهدم كل ما يكون على القبور. هدم اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب القبور وسووا القبور الى ان وصلوا الى فارس. سووا القبور. عندما انهارت الدوله السعوديه الاولى، سقطت الدولة السعودية. نحن الحين الآن نحن في الدولة السعودية الثالثة الآن اللي نحن فيها. الدولة السعودية الأولى كان فيها محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود، نسأل الله سبحانه وتعالى تغمده واسع رحمة. انهارت الدولة السعودية الأولى، ظل القبور كما كانت. فقامت الدولة السعودية الثانية هدموا القبور. انهارت الدولة السعودية الثانية. جاء الملك عبد العزيز هو المؤسس للدولة السعودية الثالثة. عندما تولى الحكم هدم القبور. دخل الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى المدينة. ملك يوجد ركن للشافعية وركن للأحناف وركن للحنابلة. فالمهم جمع العلماء الملك عبد العزيز رحمه الله. وكانت البقيع موجود هذا في الصور. كانت هذه البقيع اللي تراها الان كلها قبر واضرحه ورايات. يقول الشيخ شيخنا الشيخ علي بن سناب رحمه الله تعالى، يقول اجتمع بالعلماء وقال لهم اريد حكم بناء القبر على القبور. ما تكلم احد، خافوا، لا يعرف هذا يريد القبر او لا يريد القبر. فقام رجل من الشافعية رحمه الله وقال أنا أريح وأريح الجميع، أنا أجيب عن الجميع. البناء على القبور قبر وغير القبر محرم على المذاهب الأربعة. فأمر الملك عبد العزيز رحمه الله على الفور أن تسوى، وبقيت من هذا الوقت إلى يومنا هذا على ما ترى. وقلنا لكم بالأمس أمر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه كان من أهل السنة من يأتي يقول أريد أنظر إلى المكان الذي كان فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هو يهدي بهذا ويقول لا تشد الرحل وكذا، وبعض هذا يأتي بعض الناس يأذن يقول أريد أنظر، إيش تريد من بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟